من المعروف أن المصاب بفيروس كورونا يحرص كل الحرص أنه يبتعد عن الناس إذا أصيب، ويعمل حجر لأربعة عشر يوم من أجل ما يصيبش الآخرين، ويحاول ينصحهم ويبتعد عنه لكي لا يصيب الآخرين بهذا الفيروس. إلا فيروس حوثنا المصاب به يحرص كل الحرص أنه ينقل العدوى له والجيرانه والعياله والأطفاله ولكل أسرته. سوف نضحي بأرواحنا وأولادنا بأكل اندماننا بالحولة بعيالنا بأولادنا برجالنا بكلنا بعيالنا برجالنا كلنا يضحي بأولادنا واقف فلذة أكبادنا. مستعدين أن ندفع بكل أولادنا، مستعدين أن نقدم أرواحنا، وسوف نضحي بالأول والأخير. برضحي بأولادنا، وأنا ضحيت بثلاث أولاد، وأنا قدمت عيالي من أبنائنا وأولادنا. سنضحي وباقي معي عشر أولاد سنلحقهم بعد أسامة. عندي عشر أولاد سأقدمهم جميعا، بنقدم الأبناء والعيال والأولاد. مستعدين نضحي بالأول والثاني والثالث والرابع، وسوف نقدم الأخير الأول والأخير. عندنا أولاد مليان، وعندنا أولاد مليان عبي بس، والله كأنه بيخرجهم من المخزن يعني، أو بينزلهم من اليوتيوب أو عندنا أولاد مليان عبي لك. يعني المصاب بهذا الفيروس يصاب بالتبلد، يعني يضحي بأولاده وأبنائه وأخوانه وكذا، ما عاد يحسش، ما يحسش إن هؤلاء أبنائه وهذا فلذات أكباده، خلاص الأول يلا اللي بعده اللي بعده. يعني المهم إنه يطلع في التلفزيون يقول أنا ضحيت أنا ضحيت، يلا شوفوني يا أصحاب البلاد وكذا، ويتصل القرية شوفوني اليوم أنا وأنا منتفاخر إنني ضحيت بابني وأخي وكذا. واحيانا يوصل عرضه في التلفزيون والكهرباء طافيه، يعني ما شافوش لا اهل القريه ولا شيء، بس عادي بيرسل ما شفتونيش، قال ما شفنا، يلا يرسل الولد الثاني والثالث هكذا يكمل الاسره كلها ولا طلع في التلفزيون. واحيانا يلحقه بعدهم يروح يموت والقنا جاهزه بتجي تقابل مع النسوه. يلا ما اني قدمت اخوتي جمعني انا فارغ من المشاب. هني الوردي هني انا هني انا وباقي سته كلهم هني لهم يعني كلهم دقوا في الجبهات أربعة وفين جبوكم؟ إلا إن صرف زوجي شهيدا وتضحي بكل ما أملكه. لا أبوشي من نزيد ما كان ميغارثنا جئي ولادي. لقد قدمت أبي شهيدا وأخي شهيدا. قدمت أبي شهيدا وعمي شهيدا وجدي شهيدا وخالي شهيدا، وسنقدم المزيد والمزيد. قدمت أبي شهيدا وأربعة من أعمامي شهداء، ونقول ماضيون يا سيدي عبد الملك. شفتم حجم المأساة والضحايا اللي يسببها هذا الفيروس؟ ضحايا هذا الفيروس لا يقتصروا على اللي يموتوا ويدفنوا فقط، أسرهم ضحايا، أبنائهم ضحايا، أقاربهم ضحايا. كم عدد الأيتام، كم عدد الأرامل والمعاقين؟ بمئات الآلاف، كلهم ضحايا لهذا الفيروس.